حاطه علينا ولا ايه؟ كمان في حاجه حلوه حصلت بالامس، حيث مدير الاداره العامه للمرور اجاب على 27 سؤال كانوا عن انظمه المرور وانخفاض معدل الحوادث وبرنامج الرصد ايضا والخدمات الالكترونيه وقياده المراه. طبعا كان ابرز ما قاله مدير الاداره العامه للمرور في هذا الحديث بالامس اكتمال تهيئه جميع المتطلبات المتعلقه بقياده المراه في المملكه، والمراه ستعمل في المرور وفي الميدان. ايضا قال ان العمل كسائقات سيارات اجره خاصه والتطبيقات المتاحه للنقل في السعوديه، واكد ان دور المراه في تحديد اسعار اصدار رخص القياده يتم تحديدها وفق دراسه اقتصاديه، وان التكاليف المحدده تمثل الحد الاعلى الذي لا يمكن لاي مدرسه تجاوزه، وسيتم تطبيق هذه التسعيرة على مدارس تعليم القيادة المخصصة للرجال. هذا مرة مهم الموضوع، لأنه حصل فيه لبس كثير، أنه مدارس الرجال ب 400 ريال وإحنا ب 250 ريال. صحيح، 500 عفوا. ميت كم؟ 2500 مضبوط يعني بالضبط. فكان مهم انهم يوضحوا هذا الشيء يعني. وبرضه كمان قاموا بتهيئه عدد من المواقع في مختلف مناطق المملكه لاستقبال حاملات رخص القياده الاجنبيه والراغبات باستبدالها برخص قياده سعوديه. حلو. وكمان اوضحت الاداره ان اليه استخراج الرخصه للمراه بسيطه وواضحه، حيث يتطلب كل من يتقدم للحصول على رخصه قياده للسيارات اتمام سن 18 عام لرخصة بالضبط لرخصة القيادة الخاصة، وسن 20 عام لرخصة القيادة العامة، واجتياز الكشف الطبي والاختبار النظري والعملي لقيادة السيارة، وذلك بعد إكمال ساعات التدريب في مدارس القيادة. حلو. يعني أنا أهدني المرور في فترة زمنية قصيرة وقياسية أنهم تبنوا هذا المشروع ودرسوه بالكامل وشافوا كل ما تحتاجه المرأة عشان تنزل للميدان. يمكن أمس كنت في جروب مع بنات كانوا بيقولوا طب أوكي يعني حيكون في سعوديات يشتغلوا في المرور. نعم، هذا يعني هذا يكفي ذا التصريح أنه نعم حيكون في سعوديات في المرور، حيكون كل شيء وكسائقات سيارات أجرة، كل شيء يعني هذا الشيء لازم، يعني كل شيء واضح ومحدد وصريح. يعني أكثر من كذا الحمد لله إحنا كذا بيحفزونا إننا ننزل. بس برضو نصيحة للبنات، أول سيارة تشتروها يا سيارة مستخدمة لا تكون مرة غالية قديمة عشان لما تنزلوا الميدان يعني تكونوا كذا تنزلوا صح. هو شوفي أكيد يعني قرار سماح للمرأة بالقيادة ما نزل بطريقة يعني عشوائية أو طريقة مفاجئة كذا من غير ما يكون طبعاً متخطط لها مرة كويس، وكل حاجة مدروسة. غير طبعا في حاجة مهمة إحنا لازم ما نلفت نظر ليها، إنه كمية الوظائف اللي راح تتوظف فيها المرأة السعودية مع السماح لنا بالقيادة راح تصير مرة كثير، وراح تفتح مجالات مرة كثير للفتيات في الوظائف في المرور أو حتى في شركات سيارات في شركات التأمين. يعني المرأة السعودية قادمة وبقوة يا شبابنا. يعني الآن السوق اللي أنا أنصح كده أحس إنه الفرصة التجارية اللي لازم تستغنمها السيدة الآن اللي هو أماكن زينة السيارات والميكانيكا وتصليح السيارات وهذا الشيء. يعني افتح ورشة وزينة السيارات، عادين تتخيل تجيب الرموش اللي تبع اللمبات تجيب الألوان الحلوة تجيب الحاجات الحلوة هذه، فالبنات حيكون في إقبال كبير عليها. يعني تركب رموش ممكن أسألك سؤال، لو أنت مثلا كان عندك سيارة ممكن تحطي لها الاشياء دي؟ انا مبدئيا حاشتري سياره، يعني مبدئيا يعني فكرتي الان اني ابغى اشتري سياره قديمه ومستخدمه وتروح تظبطيها وتحطي لها رموش ودانتيل وتنتنه وما تنتنه. لا يعني عشان لما انزل الشارع يعني لسه احنا في مرحله تجريبيه صعبه، احنا بننزل مع ناس صراحة والواقع يقول انه احنا اللي بنشوف انه ما بيلتزموا بالنظام، احنا حنكون متعلمين سواء قوانين نظرية وعملية ونازلين احنا بنطبق النظام والقانون، فرح ياخذوا وقتهم على بال ما يتعلموا على تطبيق القوانين وياخذوا على سواقتنا احنا، فالافضل ان نبدا بسيارة صغيرة لطيفة خفيفة كذا. اذا كان توك توك ما عندي مانع، توك توك اسهل. لا مرة توك توك غلط في السعودية بالعكس، في الحواري كذا البقالة الروضة حاجة كذا. خذي سيكل يا ريم وسوقي. ما أعرف صدقي، خليها على الله. أوكي أنا حسوق سكوتر. مشاهدينا فاصل ونواصل.